أجندة سنتي. في أجندة سنتي أهم المواعيد الطبية والعلمية لأطبائنا التوانسة نقدموها أول بأول. اليوم حبيت نحكي لكم على 5e كونغري ناسيونال دي سوماي بريفيو لو 17-18 فيفري 2022 بأحد النزل الخاصة بتونس العاصمة. هذا باش يكون من تنظيم سوسيتي تونيزيان دو ميديسين du sommet. On va vous dire que ce sera en collaboration avec la Société tunisienne de cardiologie ou la Société tunisienne de médecine générale et de la famille et la Société tunisienne de médecine du travail. On va vous dire que nos dates limites pour l'envoi pour les عاود نذكركم انه الدات ليميت بوليس انسكريبسيون باش يكون بتاريخ 31 جانفي 2022، واكثر تفاصيل تلقاوه اليوم على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياه اف ام. هذا فيما يخص 5e كونغري ناسيونال دي سومي نهار 17-18-19 فيفري 2022. كانت هذه اجندا سونتي بالنسبه لليوم. اجندا سونتي.